خير، صباح الخير على الثوار وعلى العراقيين أجمع. ساحة التحرير 14/4/50، عدنا وهذا مرشحهم مرفوض أمر الشعب، والشباب مسيطرة. الله يحفظكم إن شاء الله. أزمة بالخيم، حجر الصحي لحد ما يبدأ التعقيم اللي يطلعون، وهاي احنا هاي يومية. الله ناخذ الحرية، عون الله واهل البيت. طيب، الله أوقاتكم بكل خير أعزائي المشاهدين، وأهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صوتكم. نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم حول آخر المستجدات على الساحة العراقية، كما نستقبل رسائلكم القصيرة على خدمة الواتساب. طبعا اليوم اللجنة المنظمة لتظاهرات ثورة تشرين استنكرت أعمال حرق الخيم في حديقة الأمة في ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد، والتي قامت بها الميليشيات التابعة لأحزاب نظام المحاصصة الطائفية كما جاء في البيان. اللجنة قالت بأن هذا العمل الجبان يدل بشكل قاطع على نجاح المعتصمين السلميين في إيصال رسالتهم النبيلة إلى جميع أبناء الشعب العراقي وأحرار هذا العالم، ما أدى إلى التفاف جموع الشباب الخير حول ثورة تشرين التي تهدف إلى اقتلاع سلطة المنطقة الخضراء التي نذرت نفسها لخدمة إيران ومصالحها الفئوية والذاتية. اللجنة أكدت بأنها ماضية في إسناد كافة المعتصمين السلميين وبالتحضير للتصعيد السلمي بعد انتهاء الحظر الصحي بمليونية عارمة لكل شعب العراق، لتكون معولا يهدم النظام الدموي والإرهابي الذي جثم على صدور العراقيين لأكثر من 17 عاما. بدورها أكدت أم علي الناشطة في تظاهرات العاصمة بغداد بأن الأحزاب مهما حاولت وأحرقت خيم فإنها لن تتمكن من كسر عزيمة المتظاهرين. خلونا نشوف هذا المقطع للناشطة أم علي من ساحة التحرير وسط العاصمة بغداد. من ساحة التحرير من حديقة الأمة، أناشد أهل الطيبين اللي تابعين للأحزاب، إجوا طبوا لأحد الخيم في الحديقة. إيش ما يحرقون؟ يحرقون خيمتين، يحرقون ثلاثة. تبقى معلي صامتة بساحة التحرير أو تبقى بحديقة الأم، والشر بحديقة الأم، أو كل ولد بحديقة الأم أنا أحتضنه وأنا أمه، أو كل ولد بساحة التحرير أنا إله، أو راح أشتغل ضد الأحزاب اللي قاعد تدمرنا. نعم، طبعا الطلاب المعتصمون في محافظة القادسية أعلنوا تمسكهم بمطالباتهم وبتحقيق ثورة تشرين لكافة مطالباتها التي خرجوا من أجلها. المتظاهرون جددوا رفضهم لجميع القرارات التي لا تلبي مطالب الشارع العراقي المنتفض، وأكدوا بأن ساحات الثورة هي فقط من تقرر تحديد مصير مستقبل العراق وليست الجهات الموالية لإيران كما قالوا. طبعا كذلك اليوم تم اختطاف أحد الناشطين وهو كاظم مهدي، وهو أحد المسعفين في ساحة التحرير بالعاصمة بغداد، حيث اختطفت هذه الميليشيات الناشط في التظاهرات كاظم مهدي. وجاءت عملية الاختطاف بعد انتقاد الناشط المختطف للسياسة التي يتبعها التيار الصدري أو زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في العراق. طبعا يشار إلى أن الناشط كاظم مهدي كان يعمل مساعدا صيدليا في دائرة صحة محافظة بابل في مدينة الحلة بالتحديد، إلا أنه انضم إلى ميادين ثورة تشرين وتحديدا في ساحة التحرير في العاصمة بغداد لإسعاف المصابين والجرحى من
ضحايا رصاص القوات الحكومية والميليشيات الذين سقطوا خلال الأيام والأسابيع والأشهر الماضية. نعم. رسالة على الواتساب تقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناتكم البطلة، أرجو تحية طيبة. نعم، في البداية تقول: تحية طيبة لقناة الرافدة الوطنية البطلة، نحن نقول إلى أحزاب السلطة الفاسدين العملاء بأن ثورتنا ستعود بقوة لنسحقكم تحت أقدامنا أنتم وأتباعكم، فإن تفرون أيها الجبناء عائدون عائدون. منذر المالكي. معنا اتصال. رعد من بغداد، تفضل رعد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك. شلونك أخوي العزيز؟ يا هلا بك، حياك الله. يا أخي احنا نطالب الحكومة العراقية الشريفة بإطلاق سراح المعتقلين. نعم. أنا عندي أخويا والله العظيم مظلوم. لا علي مشتكي ولا علي دعوة ولا عنده قتل، الحكم هيك على الظلم، ويعني ماكو يعني ما في أي شيء دليل عليهم حكم. من اعتقله وش وقت وشلون وليش؟ اعتقل منطقة قضاء الطارمية 2014 شهر 12. اعتقلوا الجيش العراقي قوات الأمنية. نعم. فوج المغاوير. عنده محل مالك صابة بالسوق ومن الشارع أخذوه. نعم. تعرف أنت ياخذوه تعذيب. دخل تحت التعذيب وهددوه، واحنا نسوي بيه هالشيء وهالشيء، وفاعلين يعني مسوين بيه اشياء اللي الله ما يرضى بيها. وين مسجون هسه؟ هو هسه في سجن الناصريه. بالناصريه، ايش قد حكم القاضي؟ حكم 15 سنه. التهمه هو كلها يعني انت تدري اي واحد ياخذونه يلسون بيه اربع ارهاب. نعم. مو عليه إذا ما عليه مشتكي، وإذا ما عليه يعني دليل كشف دلالة أو شيء، يحطوا لي أربع عقاب، فحطوا علي أربع عقاب. نعم. إيه. استئناف شيء؟ محامي؟ والله سويت له إعادة محكمة، قدمت له على إعادة محكمة ورفضوها، إعادة تحقيق ورفضوها. يعني أتمنى أشوفه وتنظر لنا وضعيته، يعني حيث تعبان، والله تعبان. نعم. وصار النهاية إحنا أربعة أشهر ما شايفينه. زين، فنطالب قناتكم الطيبة وبرنامجكم هذا الطيب الرائع. نعم. بإطلاق سراحهم عفو عام، يعني خلي الحكومة تكون طيبة وتسوي شغلة، يعني شو تقول شغلة إنسانية لهالعالم الفقراء، اللي العالم الناس المظلومة. وانت تعرف بعد، انت تعرف الله شاهد عليه، لو ما اخويا مظلوم مو هيك قلبه محترق عليه ولا يعني ولا عندنا شغله بيه. نعم. اشكرك رعد من بغداد. طبعا كذلك احنا نستقبل اتصالات الى كل من يريد ان يتحدث عن موضوع المغيبين، المعتقلين، المساجين الأبرياء اللي يطالبون بالعفو العام، فطبعا هذا من منبركم أعزائي المشاهدين، تستطيعون الاتصال أو إرسال رسائل. راح نقرأ رسالة من أم إبراهيم صلاح الدين، يقول: السلام عليكم، تحية طيبة لقناة الرافدين الناطقة بالحق، نطالب بإصدار العفو العام عبر قناتكم الكريمة وإطلاق سراح جميع المعتقلين والمغيبين في المعتقلات. نعم. يقول: السلام عليكم أخي، بس أريد أن أناشد الحكومة، ليش ما ينطون عفو عام؟ ليش بس خاص وبالخصوص النساء؟ ليش ما ينطوهم سوريا؟ يقول أو سوريا يقول أو تقول أربع مرات أنطت عفو عام. نعم. رسالة أخرى: السلام عليكم، أني سرور من بغداد، أخوي في سجن المطار مريض، وهناك المرضى يموتون يومية، وإحنا ما ندري أخوي هسه مات أو لا، كون هذا الكاظمي ينطي العفو العام عن السجناء كما يقول أو تقول سرور.
نعم. أبو حاتم الموصل يقول تحية لك أستاذ عمر وللجميع. يقول أستاذ عمر، فيروس كورونا عالمي لكن فيروس الخضراء خاص للعراق، مصنع على يد الاحتلال الأمريكي الإيراني وجلاوزته في إيران الخضراء كما سماهم هم، والشعب العراقي يتحمل مسؤولية علاج جرثومة الخضراء في 6 أشهر 5 مرشحين لرئاسة الوزراء، ولغاية الآن لم تتفق هذه الجرثومة، يخافون لا واحد يخدم الشعب والعراق، وعلى الشعب يرشحون أحد من الثورة. رسالة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أم صالح تسأل عن العفو العام عن المساجين والمعتقلين، نساء بالسجون ضالة ماكو إحساس عند أهل الحكومة. والله البارحة تقول رحت المواجهة مشي آني مرة كبيرة، والله تعبت من المشي بس على المود أخلي فلوس ودواء وغيرهم. أكو عفو خاص باللي يعرفوها الحكومة الفاشلة. نعم. بعض الأخوة والأخوات يرسلون رسالة يقول لك السلام عليكم ممكن أشارك؟ نعم أخي، على الواتساب شارك برسالة مباشرة حتى نقدر نقراها، ونرجو منكم أخواني وأخواتي تكون الرسالة واضحة، وحتى إذا أنت أو أنت يعني إملائك ضعيف ممكن تعطيها لابنك أو بنتك حتى تكتبها توصل رسالتك. نعم. نوار من هولندا يقول السلام عليكم، يقول هذا عمل جبان ويدل على فشلهم، خلي يحرقون خيمة توصل الثوار 1000 خيمة. أوجه كلمتي إلى الثوار، لا تنهزون، اثبتوا واصمدوا، نصركم قريب بعون الله. تحية حارة إلى الثوار. نوار من هولندا. نعم، معنا اتصال. في اتصال، ما سمعت الاسم. أبو ضياء من الموصل، تفضل أبو ضياء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله، أهلا وسهلا بك أخي العزيز. اليوم موضوعكم عن المعتقلين والمغيبين. تفضل. أنا أخوي عندي معتقل اسمه أحمد المهندس، طالب خريج من الطلاب المتفوقين، خريج هندسة بسبب المصدر السري. خريج هندسة قلت لي؟ نعم خريج هندسة. نعم نعم خريج هندسة. نعم. هندسة واعتقلوه بسبب المصدر السري، والحد الآن ما نعرف مصيره. تابعنا القانوني وتابعنا المحاكم. نعم. آخر ما توصلنا عليه إنه الحكم 15 سنة. زين، وبعد ما المحامي شاخ القضية قال إنه يعني تواصلنا ويا، اتصل علينا بالتليفون قال صعدوني على القاضي تحت التعذيب. أنا قلت لهم يعني ما عندي كل شيء، قال تحت التعذيب ارتكبت على نفسي. زين، وبعد ما ارتكبت على نفسي القاضي قال له والله اللي أقدر أساعدك لي أقل حكم عندنا، أقل حكم عندنا متوفر 15 سنة. نعم. يعني بهاي الحالة يعني شنو؟ يعني كل السجناء مؤبد 15، مؤبد 15. بهاي الحالة إحنا وين نروح؟ نطالب منهم وما علي أي شاهد ولا علي أي قضية قتل أو مشاركة أو شيء. يعني دخلوا قضية 4 إرهاب. يعني بهاي الحالة إحنا وين نطوجن؟ وين نروح؟ نطالب منهم. أبو ضياء، شو وقت اعتقله وبيا مكان من اعتقله؟ من الموصل 2017. نعم، مكافحة الإجرام وحولوه على مكافحة الإرهاب. هاي ورا ما رجعتوا؟ 2017 اعتقلوه. نعم. أي ورا ما رجعتوا للموصل؟ نعم نعم، إحنا بالموصل أخي. نعم. قرر كان ما شايل مستمسكات، المستمسكات كلها ضايعة ما نشوف. زين، ما شايل أي مستمسك وياه. نعم. جارك واحد مثلتهم ونقول هذا أنا شفته ويا داعش. زين، شلون ويا داعش ويرجع للموصل؟ يا أخي هو هذا الشيء اللي محيرنا. جبنا له جماعة وزبته وجبنا له يعني ما خلينا. زين، قالوا اليوم مباشر يطلع استفسار، اليوم مباشر ورا 3-4 أشهر صليب الأحمر اتصل علينا ونقول الحكم 15 سنة. نعم. ما خلينا، ما محامي، وهذه تجي على المحامي يقول لك قضية إرهاب والله ما أقدر. زين، كابرت على أكثر من محامي يقول أعطونا دفترين 3 دفاتر نمشي بالقضية. زين، ما عندي منين أجيب دفترين 3 دفاتر. نعم. يعني حتى استئناف بالقضية ما قدرتوا تسوون؟ ما قدرنا أي شيء نتحرك ولا قدرنا أي محامي تجي علي.
نعم. يعني يقول لك انا ما اقدر امسك هاي القضيه مال الارهاب وما ادري شنو، يا اخي ماكو اي علي اي اثبات، يعني حتى تجي علي الادله ماكو، ماكو يعني حتى المحامي قدر يشوف لنا الاوراق ماكو، ما عليها اي تهمه نهائيا، مجرد مصدر سري. نعم. ما خليني هسه هذا المخبر السري بالعطل العام دمر الناس، المخبر السري بالعراق. اقول لك يعني اسكت، لان ما خلي يعني كثير ناس تدمرت وبسبب الاشتباه وبسبب المصدر السري، لكن هسه احنا يعني ما نعرف وين نحط وجوهنا، وين نروح على اي حكومه، ويوميا ما شاء الله راي جديد. مره قلنا نطالب الزرفي قلنا نداعي، ايش جانا الكاظمي؟ نطالب الكاظمي ايش يجينا مدري منو؟ نريد لنا واحد ثابت مرحوم والدين حتى يقدر واحد يناجده. يوميا مسؤول جديد. نسال الله ان يفرج. نطالب مشكله غناكم بالعفو العام عن جميع الابرياء اللي ما مطلت خيدينهم بدماء الابرياء انهم يخرجون عنهم. نعم. تحياتي لكم، شكرا جزيلا. شكرا ابو ضياء من الموصل كان معنا، ودائما احنا ناكد ونسال الله سبحانه وتعالى وندعي انه يفرج على كل بريء في العراق. ابو مروان من بغداد، تفضل ابو مروان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. كيفك يا هلا بيك، حياك الله. انا من بغداد من الدوره. يا هلا بيك. عندي مروان صالح. بس نصل التلفزيون ابو مروان، ابو مروان للاخير نصل التلفزيون. الله يخليك. انا بروكان ابو مروان ابني بروكان، اعتقلوه ب 2014. نعم. من اعتقله؟ اعتقلت هي سيارات الكفر، طلعوا الاستخبارات اعتقلتها. ابو مروان التلفزيون نصيليه. الله يخليك. نعم. ابو مروان كله. تمام. اي عين صار. تفضل. اعتقدوهم ب 2014. ف اي من بعده هو اصلا هو ابني ما يشوف، يعني يحكي. ايش قد عمره ابنك؟ مهاجر 92. 92 91 استغفر الله. 91. قال كان في الجامع واجا يمي فوتر يمي جدي. فوتر يمي هو لو فوتر يمي بالله احرق. طلع نجمه. طلع نجمه. شرطه ذولا جيش. لا عم معنى استخبارات. نعم. سيارات مجانية صفر. هاي بال 2014. 2014 حتى ما قلنا ملكيات اخذتها. اي بالدوره. تابعنا بالقناه سنه ونص، احنا من دور صار سجن سريه. نعم. سنه ونص احنا نتابع سجن سريه. 100 مره المحامي واني وهم سوينا لجنه طبيه، ما ودوا لجنه طبيه لان مدرمين الجرم. نعم. يعني جي وتضم عزيز تعليم، يعني كلش تعليم قوي، ما خلونا نوجوه يودونا للجهه الطبيه. نعم. فتواجهت ويا القاضي سهيل كتيان هسه مات. تواجهت ويا كتاب هيك ويكتبني ما ودونا للجهه الطبيه ليك، يقول لي هاي مشكلتك احنا يمنع القانون. يا بليك هو معلم قال اتساع الاعتراف مواطن القوة. وهاي من 2014 أسابة 7.5 بالجود 15 سنة بالجود زلد. نعم. زين العفو العام كل الدول اللي تعفو عام عاوز المرض. نعم. زين أبو مروان القاضي قد حكمه؟ نعم 15 سنة. إيش؟ نعم. بدون ذلك يعني وصل شيء ذلك فشيء من المساكي فجزار فشيء عنده، وش ما عنده؟ مجرد يعزل في الجامع. قلت لي ابنك نظره ضعيف؟ ضعيف عيب، باليد ما يشوف. نعم. ورجل فكرة وصيه لجنة طبية، رجل فكرة وصيه لجنة طبية، ما خبرنا وصيه لجنة طبية، ما وزنه.
وهسه وين مسجون بياسجن؟ بالتاجي. بالتاجي. يعني من اعتقلوا ابنك كان عمره 23 سنة صح؟ أو 22 22 23 أي تقريبا 23 نعم. يعني هم خلص نص المحكومية خلص نصها نص المحكومة أنا مو بس على بن على عامة المعتقلين لأن كل العالم مضرها إيران إيران فكت المعتقلين مالته كلها عاود الورم نعم يعني كانوا يعني زين بين واحد واحد متر ونص هذا يعني نعم ما تروحوا هم لا يجوا بين واحد واحد كاشيه واحده طلعوا ينامون يا استاذ عمر يعني يعني الله الله لا يخافونه لا حول ولا قوه الا بالله هسه هاي احنا محجورين بالبيوت لا نطلع ولا ناكل ولا نشرب والله مطلع 30,000 دينار والله منحه كاشفين كل واحد 30,000 دينار هي بسوي له 6 دجاجات لا حول ولا قوه الا بالله ممكن والله يعني صار شريعة كان بتروح لا في صبنا لا العالم بيت الرجوع حتى تطلع مره وتروح تشتغل نعم. إيه. فيا سر عمر إحنا مجرد علمي صار هذا سبع سنوات ونص هو مخصوص 14 سنة وبعد سنة 14 هو يعني ما مو يجمع حد. نعم. الله يعينك أبو مروان الله يعينك والله مصيبة الله يفرج عنا إن شاء الله. الله يفرج عنا. أنا أشكرك أبو مروان من بغداد كان معنا. يعني بس طبعاً أبو مروان قال 2014 نحكم يعني إذا نحسب ب طبعاً بسجن معروف إنه السنة 9 أشهر وتن يعني تنحسب سنة 7 سنين إذا حسبنا من 2014 لغاية الآن إذا على 9 أشهر السنة اللي يقضيها السجين بالسجن يعني هو كمل 9 سنين 9 سنين. يعني احنا طبعا نقيس على ابن ابو مروان والالاف المؤلفه اللي موجوده بالسجون اللي خلصوا نصف محكوميتهم واكثر من النصف قبل نسمع سجين طلع لان خلص فتره زمنيه بالسجن وكذلك لحسن السيره والسلوك هاي طبعا عدل العفو العام ويطلع يعني يطلع من السجن لينقضى أكثر فترة من المحكومية وعنده سيرة حسنة بالسجن بس الجماعة يعني ما عرف يعني ما أدري يعني عبالهم راح يعبدون بالعراق راح يبقون بالعراق يعني هو الأشبش منهم وينه ما بقى إن كان بالعراق أو غير العراق فالإنسان إذا ما يتعظ من دروس اللي قبله ودروس اللي حواليه هذا اشتحكي وياه يعني طاغية ظالم يعني إحنا أكثر اللي دا نسمعه واللي دا نشوفه واللي موثق حتى عند الأمم المتحدة والمنظمات الدولية ربما أنه إذا نتحدث إحنا راح يقولك لا أنت تدافع وذول إرهابيين وما أدري شون وكذا زين ماشي زين أنت ما معقولة أنه اليوم المخبر السري وعلى أساس أنه الحكومة تحججت بأنه هذا بعد خلص ماكو اعتقال على المخبر السري زين واللي تم اعتقالهم السنوات الماضية على المخبر السري واللي كسر ظهور كثير من العوائل بالعراق هذا المخبر السري عدى عداوة ويا فلان وعدى عداوة ويا آخر ويكتب بي تقرير ها وراح للسجن والحكم 15 سنة زين ماشي زين أنت اليوم خلص نصف المحكومية أو أكثر من النصف يعني يشمله حتى إذا بدون عفو يشمله أنه أمر قاضي ينظر إلى مدة المحكومية اللي قضاها سيرة سلوكه داخل السجن زين نوب أنت تسمع الكوارث هو إذا محكوم مثلا مؤبد أو محكوم 15 سنة و20 سنة
التعذيب ما يوقف، الجماعة يتلذذون بالتعذيب ويحكوا لك احنا نتبع أوامر المرجعية وأوامر مشايخنا. وشوف الظلم اللي بالعراق يعني والعياذ بالله ما موجود في أي مكان على 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 الأرض. يعني الحديث في السجون والمأساة اللي تصير في السجون يعني تفوق كل سجون العالم صراحة. هذا موثق بعد منظمات دولية ومنظمات مرموقة. يعني الجماعة ما أعرف مرضى نفسيين وصل بهم الظلم إنهم يظنون ماكو موت وماكو حساب والله سبحانه وتعالى مدى يشوفهم عبالهم ما أعرف. يعني يظنون إنهم خالدين في الأرض. لا قضاء في العراق عادل ويحقق في هذه الملفات. ودائما نقول لو كان هناك شيء من العدالة في العراق لشكلت لجان قضائية للتفتيش في السجون، لسمحت وزارة العدل والداخلية للمنظمات الإنسانية بأن تزور هذه السجون وتطلع على ما يحدث من التعذيب للسجناء. وهو محكوم، هو انحكم خلص، يعني بيهم انحكم مؤبد، بيهم محكوم إعدام. وكل ما يجي مثلا السجان أنه يريد يتلذذ بالتعذيب، أصبح تلذذ بتعذيب الأبرياء، يجي يعذب هاي الناس الأبرياء. وحتى يعني حيش البشر، حيش الإنسان، يعني حتى الحيوان لا يعذب، حتى الحيوان لا يعذب. ولكن هؤلاء اللي حكموا العراق بعد العام 2003 يعني مصايب، مصائب مصائب، ويتحدثون عن دولة العدل الإلهي ودولة يعني تلتزم بأخلاق الدين وأخلاق آل البيت. حاشا آل البيت وحاشا الدين من هذه التصرفات وهذه السياسات. معنا اتصال أم محمد من بغداد. تفضلي أم محمد. أشلونك أني؟ أهلا وسهلا أم محمد. نعم والله أنا أحب قناتكم والنهار كله قالبته بس على قناة الرافدين. الله يسلمك. أنتوا صافين بكلامكم، ما طلعوا شيء غلط نهائيا. زين نهائيا ما طلعوا شيء غلط. أنا على السجناء، السجناء يعني خلي قصة وشيلوها من نظام، هم ما يطلعون. تعذيب من وراء التعذيب يموتون. زين والحاط مكان من الجهات الإيرانية ما يطلعون إلا بأمر خامنئي. لا برهم صالح ولا الحلبوسي ولا البرلمان كلها سمحت. وانا عدة مرات خابرتكم وقلت لكم بأن نهائيا ما يطلعون. ورأس الوزراء مليانة إيرانية، الطابق الخامس والثامن مليانة إيرانية مينيشيات. احنا المينيشيات ما نخلص منها. زين وان شاء الله ان شاء الله بس ينفك الحظر احنا رايحين قبل للتحرير وطابين للخضراء على ختم يرضى والما يرضى. نعم زين اللي هنا وبس يعني جاي يقتلون ويذبحون بالنسوان وبالجليد فاتحة التهاديد مليانة من 2003 بالدرين بالخطف بالكتل الأطفال النساء تعذيب بالسجون. السجن يعني يحبون بالجليد وبالنساء. لا شيخ العشيرة تحكي ولا أحد يحكي، الكل ساكت نهائيا ما حد يحكي. يعني شيخ العشيرة قاعد مدى يستمع اللي كل هذه المينيشيات الإيرانية. زين هاي أقل ما بديهم راحوا للخيمة مال هاي المرأة في الصحراء. هاي أقل ما استخلصوا خلصوا شغل استراحوا على هاي كافي عاد كافي عاد. يروحون فدوة صدام، وين صدام؟ وين راح المي الحار؟ مي الحار راح، كاتم الصوت راح. زين بس إن شاء الله إحنا منتصفين عليهم إن شاء الله. أمريكا مثل ما جابتهم أمريكا ترجعهم، احنا نطلب امريكا. مو قالوا اكو نووي ولا النووي، يلا خلي يطلعونا نووي. ايران هو عندها نووي، ليش ترامنا دايره الايران؟ ليش ما يحارب ايران هو عندها نووي؟ لا يخاف على الخليج، تخاف لا تنضرب. ها بعد ما يخاف علينا تطبب علينا المينيشيات. نعم انا اشكرك. يعني مثل ما جاب مثل ما جابهم ترام، ترام يطلعهم خرب صفحة الجوش، خرب صفحة البوت مثل ما هي تسوى بينا. زين احنا نريد حقنا واحنا ما نطلع لحد ما يسقط النظام كله. برهم صالح اكلات يوميه مثل الملك وجايب الملك. يا ملك هذا هو ملك يا شان الله يخليك، هو لاكم ملك ولا عبد، هو كله بيد نصر الله. خلي احكي ايه كله بيد نصر الله. هسه صار الملك لا ملك ولا عبد.
كلها كلاوات بكلاوات. خلي اقول لك اياها، كلها كلاوات بكلاوات، والحلبوسه من هاي يصفق وهذا يصفق. يا ملك احنا هذا اساسا احنا ما نريده. شنو هذا الكاظمون؟ شنو هذا؟ هذا اتباع ايران واتباع امريكا. احنا ما نريدهم. ما نريدهم سلاح قلع يسقط النظام جذريا. ما نريدهم. وخاف عبالهم ورا رمضان ينفك الحظر، من شرح المستحيلات تنفك ورا رمضان الحظر، لان العالم ما تجر هيك. خلي يصير رواتبهم ولا الحلبوسي ولا برهم صالح ما يصير راتب، العالم ما تجر. وهاي الاعدامات يعذبوهم ترى يدبوهم بالشط. كفيلك الله يدبوهم بالشط. زين؟ والتليفون الصصر هناك ينباع ب 3 ملايين. زين؟ وبسكوت يحاشو، وهذول اللي واقفين كلهم منيشات مافيات. ماكو دولة ماكو، احنا مافيات على منيشات، وهذول كلهم تابعين لايران، صدقني واعتقدني. كلهم تابعين لايران، الشرطة، الجيش، كله ولاها لايران. زين؟ تعال تشتغل يدفع فلوس، فوق الفلوس يقول لك ولا اكلنا الايراد لا للعراق، يقول له ولكن العراق لا ارجع، ولكن ايران ابقى ويانا. زين؟ بقول لك اياها. يعني اشكرك ام محمد من بغداد كانت معنا. صباح من بغداد، تفضل صباح. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. حبيبكم قناتكم الكريمة. أهلا وسهلا بك. بالنسبة لملف المعتقلين والمغيبين، يعني الدولة، يعني برأيي الشخصي برهم صالح اللي هو رئيس جمهورية، يعني رئيس جمهورية هسه إذا يريد يعطي عفو عام أو عفو غيرها ما حد راح يسمع الكلامه، وحتى رئيس البرلمان إذا راد يمرر إني ينفذون ويطبقون عفو عام على المعتقلين والمغيبين، يعني اللي المغيبين إحنا نعرفهم من عد الحشد وعد الميليشيات، ما حد راح يوافقون لهم. يعني اللي إحنا نعرف الحل والربط كله بيد الحشد وبيد هذه العامري وبيد القيس الخزعلي وبيد مقتدى الصدر، وحاليا احنا اكو معلومات انهم يبحثون على عفو خاص باسماء ترفع، يعني كل من يزكي جماعه الصدريين اللي كانوا جيش المهدي او سرايا السلام، وذول العصابات اللي كانت مع الخطف ومع الاغتصاب ومع المخدرات واللي مليانه سجون بيهم، طبعا يريد يمررون عليهم عفو خاص. اما بقيه المعتقلين يعني ما حد يسأل عنهم، لأن كل المعتقلين احنا نعرف 90% من المعتقلين اللي بالسجون هم من أبناء السنة ومتهمين على البند 4 إرهاب من القانون الإرهاب، 4 إرهاب صارت يعني 4 سنة. صدقني أستاذ عمر 80% من المعتقلين هم أبرياء، و20% هم مجرمين وإرهاب وداعش ومتهمين بجرائم وأكثارات دم بيناتهم. احنا ما نسأل على العفو ان يطلعون تنظيم داعش من السجون، اكو ناس كلها مخبر سري او مشاكل عشائرية او فلان ضابط ظالم او قاضي ظالم ذا بيهم بالسجون، والدليل اكو قسم بيهم الأغلبية لحد الآن ما مخصوم دعاويهم، يعني معتقلين وهي خسارة على الدولة. يعني هسه آلاف مؤلفة، مئات الآلاف من أبناء السنة موجودين بالناصرية سجن الحوت وغيرها وبغداد وسجون السرية، شقد جاي يكلفون الدولة اللي هي الدولة ما عندها تعطي رواتب وما عندها توكل اللي بهاي الظرف اللي مال كورونا، الله يحمي العراقيين كلهم، ما عندها يعني تساعد الناس اللي عاطلين عن العمل واللي كانت يعني أمورهم على الأجور اليومي. شلون أنتوا تفتحون سجون وكل الدول الجوار أعطت عفو؟ تركيا، مصر، السعودية، البحرين، غيرها، الكويت، كل دول الخليج، أغلبية الدول العربية أعطت عفو عن المعتقلين والمسجونين، فتحت السجون عن بكرة أبيها. نعم. أنتوا ليش هالخسائر؟ لأن شغلة طائفية وعنصرية، والإيرانيين أسيادهم اللي هي إحنا حاليا محتلين من قبل إيران، يعني القرار السياسي موجود بيد ناس إيرانيين من الحرس الثوري. هسه كان سليماني خلصنا منه، إجا قاني الثاني إسماعيل قاني، فما يقبل يطون عفو لأن الموجودين بالسجون هم سنة، فما يريد يطون على السنة عفو، يريد يمشون عفو خاص. والأيام الجاية راح تعرفون إن أكو عفو خاص بس الناس المجرمين باسم جيش المهدي وسرايا السلام والعصائر، دول العصابات الموجودين بالسجون. أما أبناء السنة وحتى المغيبين اللي خطفوهم من الرزازة واللي خطفوهم من الصقلاوية واللي خطفوهم من الموصل، من كانت المعارك بينهم بين داعش وقالوا لهم للعالم
الابرياء المدنيين المحصورين جوا اخرجوا على طريق ممرات امنه، لكن من خرجهم من الممرات الامنه الكاذبه الدوله هي اللي اعلنت عليها، طلعت مو ممرات امنه، ممرات موجود بها الحشد وتم اعتقالهم 1400 و1600 وغيرها وغيرها ارقام خياليه، كلها تم اعتقالهم الى جرف الصخر وسجون سريه. المسؤول الاول والاخير هم قاده الحشد عليهم، والمفروض بالسياسيين السنه لو عندهم ذره من الرجوله بدون استثناء يعني يناقشون هذا الملف مع المغيبين. نعم. ناس بالصقلاويه وبالموصل وبصلاح الدين وبدياله وبالانبار ينتظرون ولدهم ميت طيب عدل دفنتوه ما حد يندل بيه، سويتوا بيهم مقابر جماعيه وراء 10 سنين تجون تقولون هاي المقابر مال صدام الله يرحمه. هي هاي مصيبه. يرجع للفيلم. نعم. يرجع لنفس يعيبون على النظام السابق ما كان يفعله وهسه هم سووا الابشر. انا اشكرك اخي صباح من بغداد كان معنا. طبعا بالمناسبه هناك يعني من تم يعني قضى المحكوميه مالته خلص، ان كان سنه سنتين ثلاثه خمسه عشره وباقي بعده بالسجن لازم يدفع حتى يطلع كثير من الحالات. وهذه الحاله تكلم عليها قبل فتره احد المسؤولين في العراق، يعني هو مخلص المحكومية أو بريء أصلا مثل ما أتكلم على ما أذكر يمكن صولاغ قبل حوالي 4 سنين يقول أكو امرأة يمكن 6 سنوات محبوسة طلعت بريئة كل شيء ما عندها بس يش حبسيها الجماعة وبراءة وبعدها بالسجن. فكثير من المعتقلين في السجون في العراق لو كمل المحكومية ما يطلع بيهم لازم يدفع حتى يطلع، لو بيهم بريء وهناك آلاف مؤلفة من الأبرياء. يعني احنا إذا نذكر كثير من الرسائل يتحدثون عن المغيبين، يعني احنا نتكلم عن المعتقلين هناك مغيبين ما معروف مصيرهم، هل هم أحياء هل هم أموات، أخذوهم في سيطرة الرزازة في الصقلاوية جرف الصخر صارت سجن كبير لهؤلاء في صلاح الدين من الموصل ما حد يعرف بهم، الحكومه ما تدري بهم، يقول لك والله ما ندري ما نعرف. مثل ما طلع علينا قبل كم سنه رئيس الحكومه السابق حيدر العبادي يقول بالصقلاويه ماكو مغيبين، هم بس 9، هم 700 وشويه. رئيس حكومه يعني يستهين بارواح مئات الناس الأبرياء وبآلاف العوائل وآلاف الأطفال اللي اليوم أهاليتهم ينتظروهم بس يعرفون طيب لو ميت، يقول لك بس 9. فإذا كان هذا رئيس الحكومة أعلى سلطة تنفيذية في البلد يتحدث بهذا الأسلوب فكيف بالباقين؟ نعم، معنا اتصال أبو محمد من بغداد، تفضل أبو محمد. ابو محمد السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله، اهلا وسهلا بك. والله استاذ عمر احنا ما نعتب الخونه والعملاء والايرانيين. نعم. احنا عتبنا على دوله السنه الشوادي. يعني هم هسه لو شرفاء 90% من السجناء هم اكثر من السنه. و10% من اخواننا الشيعه اللي قاتلوا الامريكان. نعم. بس الاكثريه هم سنه. شنو ذنبهم دولة؟ شنو ذنبهم؟ تقدر تقول لي ليش؟ ذنبهم قاتلوا المحتل الامريكي اللي جاينا عبر القارات. هذا ذنبهم. هم لو هسه اكو حكومه وطنيه واكو وطنيين يطلعوهم كلهم كل واحد يحطوه على راسه تاج. لان قاتل المحتل الله سبحانه وتعالى يقول يدافع عن عرضه وعن عرضه وعن ماله فهو شهيد. يعني تريد تحطهم بسجن جريمتهم قاتلوا الامريكان؟ بس احنا نعتب على دولة السنه اللي وياهم هسه لو يطلعون هم البرلمانيين السنه وهذا رئيس البرلمان هسه لو يطلعون ماكو بتصريح يقولون احنا هاي الحكومه اذا ما يعطون عفو للمساجين احنا من باكر ما نشرب الحكومه، راس الحكومه تسقط. بس هذول مكلبين دولة خونة يقولون احنا سنة ونسل السنة، اللي مهجر واللي نازح واللي مغيب واللي محطوف واللي بالسجن وطالعين يقولون احنا نمثل السنة. هاي سلسلية ما تستحون اصبحوا بالحكومة الحكومة طائفية ايرانية
ليش ما يبون يعرفون العالم ويطلعون هاي الابرياء؟ نعم. ليش مشايفين بيهم؟ وهسه واحد صابوا كورونا كلهم يموتون. ليش ما يطلعوهم؟ الدول كلها انطت عفو. بس هم هذول المجرمين ما انطوا عفو ليش؟ حاقدين اخي هذول حاقدين جوي بالناكر. حاقدين. شكو واحد وطني وقف بوجوههم وقال لهم هذا عملكم باطل حطوه بالسجن. لو اخطفوه، لو اقتلوه، لو دفنوه مدري وين مقابر جماعيه. فالناس ما راح تبع هذول مجرمين كلهم. واللي صار وياهم هم مجرم من السنه. زين؟ نعم أنا أشكرك. وإن شاء الله الله يفرج عليهم وأني أشكرك. آمين. أنا أشكرك أبو محمد من بغداد. طبعا من المفارقات من قاوم الاحتلال، احنا نتكلم على من قاوم الاحتلال، ما نتكلم على من يفجر في وسط الأبرياء ومن يقتل الأبرياء، لا، من قاوم الاحتلال كان يسموهم الجماعة ذولا إرهابيين ويعتدون على القوات الصديقة والقوات المحررة، وحتى هناك من تم الحكم عليه قضائيا. أحد الأحداث المتناقلة أنه القاضي سأل أحد هؤلاء قال له أنا ما قتلت أي بريء، أنا يعني كنت أقاوم المحتل. قال لا أنت يعني هؤلاء بشر ودول جايين دي يحررونا. فحكم القاضي بوقت يمكن 15 سنة. اليوم الجماعة يقول لك هذه القوات الأمريكية اللي موجودة بالعراق هذه قوات محتلة. طبعا هي محتلة، هي محتلة من العام 2003 ولغاية الآن ولم تغادر. بس ليش بذاك الوقت كانوا إرهابيين؟ ليش هسه أنت الدور الفزعة من المحافظات العراقية كالأنبار ولا صلاح الدين ولا الموصل هذه الميليشيات يقول لك يلا تعالوا حط إيد بإيد حتى نطلع المحتل؟ ما كان المشروع بال2003 تقدر نصير إيد واحدة ونطلعهم ونخلص وتخلص القضية ومع السلامة. لو يعني قبل 17 سنة إرهابي وهسه تريده يصير وياك. نعم، عباس من دبي، تفضل عباس. عباس تسمعني؟ يبدو أننا فقدنا الاتصال مع عباس من دبي. خلونا نقرأ رسالة السابقة، هي كثيرة صراحة، أرجو أن تكون مختصرة حتى نقدر نقرأها. رسالة ياسر أحمد من صلاح الدين يقول أخويا اسمه حذيفة من طلع الجيش أخذوه 10 أيام كتل وبعدين أخذوه إلى بغداد سجنوه 7 سنوات وهو أحداث عمره 17 سنة. يقول قسم بالله أمي كلش تعبانة وتريد تشوفه، أرجوك 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 وصل صوتي، أمي راح تموت ما شايفته. الله يعينها والله يعطيها الصحة والعافية وإن شاء الله يا رب يفرج عن كل بريء. نطالب بفتح الحظر لأن السجناء مرضى ويحتاجون العلاج، مرت العديد من الشهور لم نواجههم ولا نعلم مصيرهم، الكثير منهم ماتوا بسبب التعذيب في الأحداث الأخيرة. ارفعوا الظلم عن المعتقلين، يرفع الله عنكم البلاء. رسالة من أم طيبة تقول شكرا لقناة الرافدين، نطالب بالعفو العام، أخوي صار له 5 سنوات مسجون. رسالة أخرى يقول فيها بارك الله فيكم وسدد خطاكم بنقل معاناة الشعب العراقي المظلوم، أنا أياد علوان أبو عمر ابني مسجون في سجن سوسة من عام 2013 ولغاية الآن حكم ظالم. يقول دفعت فصل 75 مليون دينار ولم أحصل على التنازل بسبب ظلم العشائر، وأناشدكم بالعفو العام وليس بالخاص، ومنكم نطلب المناشدة وكل التوفيق لقناتكم الكريمة. رسالة يقول السلام عليكم، أنا أبو عمار من الرمادي، بالنسبة للعفو شو يقولون وما ينفذون؟ أنا ابني خطف من سيطرة الرزازة، احنا نريد العفو يشمل معتقلين الرزازة لأنهم أبرياء وما عندهم أي ذنب، خل يفرحون أمهاتهم، لا حول ولا قوة إلا بالله. ونشكر قناتكم لأن أنتم توصلون صوتنا. نعم، أم حسن تقول عندنا رسالة أريد أحكيها. أختي ممكن تتصلين أو ممكن ترسلين رسالة هنا نقدر نقرأها. تحية لك أخي عمر، يقول 3 رؤساء كانت حكموا العراق بعد عام 2003، ماذا عملوا للعراق؟ لا شيء يذكر بخير. وهذا أخيرا برهم صالح، ليش ما يحل البرلمان ويعمل انتخابات مبكرة؟ أتصور يقول هو هذا جباني خاف يطخوه كما يقول. تحيات للجميع، أخوكم أنطوان من باريس. رسالة أخرى كذلك من الفلوجة يقول أنا يا أخوي مفقود بسيطرة الرزازة وما نعرف مصيره لغاية الآن،
نطالب بالعفو العام. طبعا احنا دائما نتحدث انه المشكله بالعراق اختلط الحابل بالنابل. يعني انت اليوم مثل ما قال حيدر العبادي رئيس الوزراء السابق، اطلعوا هناك ممرات امنه، طلعوا الناس. اذا نضرب مثال على الانبار اللي كان في الصقلاويه وبالرزازه، وتم يعني اختطاف الالاف، يعني تقريبا اكثر الرزازه بحسب نواب في البرلمان تحدثوا ان هناك ارقام عن اكثر من 3000 واحد، وبالصقلاوي اكثر من 700، يعني المجموع تقريبا يوصل الى 4000. هذا فقط في الانبار بهذه الاحداث اللي صارت قبل 3 سنوات. 4 ذولا ما معروف مصيرهم. يعني هذا هو لو عنده شيء كان بقى ويا داعش، ما طلع بهاي الممرات، بها جيش وبها ميليشيات وبها غيره. معنا اتصال عباس من دبي، تفضل عباس. مرحبا استاذ عمر، اهلا وسهلا بك. كيف الصحه؟ يا هلا بك، تفضل. اخي العزيز، بالنسبه لدولة مال السجناء والمغيبين، نعم، حقيقه الامر هو من يقود الدوله؟ الدوله بيد من؟ بيد مجموعه سله من العصابات المرتزقه الميليشيات. هم نفسهم، يعني رئيس الوزراء هو من نفس العصابات. يعني أنا أضرب لك سبيل مثال عزيزي أستاذ عمر. نعم. سيارة الشرطة من أين تتكون؟ تتكون من قول 3 عناصر، واحد صدر، يعني واحد عصاير، وواحد صديق. ذاك اليوم أحد الأصدقاء قال لي فمن يأخذونك ما يأخذونك في المكان آمن، فراح بالنهاية راح تقتل وما حد يعرفك، لأن الدولة، مؤسسات الدولة عزيزي، يجب أن الكل يعلم. نعم. الدولة تقودها زمرة من العصابات، وأكثر حكم بالتاريخ الدولة العراقية. نعم عباس، أنا أشكرك، لأن ما بقى عندنا وقت والله. أنا أشكرك. أم جهاد من الأنبار، أم جهاد نص دقيقة، تفضلي بسرعة. أم جهاد، انقطع اتصال مع أم جهاد من الأنبار. رسالة من المثنى كذلك أخوتكم أم خالد، تقول نطالب بالعفو العام. أم كيان كذلك تقول نطالب بالعفو العام وإفراج عن السجناء. وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة أعزائي المشاهدين، شكرا لكم وإلى اللقاء بإذن الله.